مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا قصه حياه واحده من اشهر المؤلفات في العالم كله، وهي جوانا رولينج. وجوانا رولينج هي نفسها جي كي رولينج، صاحبه اشهر قصص روايات في العالم اللي اتعملت سلسله افلام، وهي هاري بوتر. والحقيقه ان جوانا رولينج ليها قصة مشوقة جدا. بس في الأول قبل ما نحكيها، ياريت لو سمحتوا تعملوا للفيديو لايك وشير، واللي مش مشترك معانا في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد. ويلا بينا على القصة. نفسها جي كي رولينج، صاحبة أشهر سلسلة قصص هاري بوتر اللي اتعملت بعد كده سلسلة أفلام، واللي اترجمت في 63 دولة ل 63 لغة. الحقيقة إن جوانا اتولدت سنة 1965 في جنوب غرب إنجلترا، وكانت عايشة في أسرة مكونة من 4 أفراد، هي وباباها ومامتها وأختها الصغرى اللي بتصغرها بسنتين، وكانوا عايشين في مستوى متوسط. وكانت جوانا من صغرها بتمارس كتابة القصص وتأليف القصص على أختها اللي كانت بتحكي لها يوميا قصة عن الأرانب. وجوانا كانت بتحب الأرانب جدا، لدرجة إنها كانت لما بتحب إن هي تطلب طلب من أهلها علشان ينفذوه لها، كانت بتحكي لهم قصة عن الأرانب وتطلب الطلب بتاعها في وسط القصة. ولكن في يوم من الأيام راحت جوانا لباباها ومامتها وطلبت منهم إن هم يشتروا لها أرنب، فرفضوا رفض تام وقالوا لها إن الطلب ده مش مسموح ليها إن هي تطلبه، لأن مفيش مكان عشان يعيشوا فيه الأرنب. وبعد شوية انتقلوا للريف الإنجليزي، وهناك جوانا ما عجبتهاش الحياة لأنها كانت مدينة أو مكان بعيد عن المدينة، وما عجبتهاش المدرسة اللي هي انتقلت ليها. لكن بعد شوية ابتدت تكون صداقات في المدرسة، وابتدت تحكي لصديقاتها في الفرصة اللي هي يعني الفسحة اللي بين الحصص القصص بتاعتها، فابتدت تعجب صاحبتها جدا القصص بتاعتها، وابتدوا يحكوا لزمايل وزميلات أكتر ليهم في المدرسة، وابتدت الدايرة بتاعت جوانا في المدرسة تكبر، وبقوا يستنوا الفرصة بتاعت الحصص علشان تنزل جوانا وتقعد وتحكي لهم قصص في الفرصة ما بين الحصص، لحد جوانا ما خلصت المرحلة الثانوية وحبت ان هي تدخل الجامعة. وساعتها راحت لباباها ومامتها وقالت لهم ان هي عايزة تتخصص في كتابة القصص، وعايزة تدخل الجامعة، يعني جامعة تنفع ان هي تتخصص منها لكتابة القصص. ولكن باباها ومامتها رفضوا الموضوع رفض تام، وقالوا لها ان هي لازم تتخصص في حاجة ينفع بعد كده لما تخلص دراسة انها تشتغل في الوظيفة دي عشان تجيب لها دخل. ففضلت ان هي تدخل تدرس اللغة الفرنسية في الجامعة، وبعد كده اتخرجت جوانا واشتغلت سكرتيرة، ولكن ما استمرتش في الوظيفة دي كتير لأنها ما حبتهاش، وراحت بعد أقل من سنة استقالت من وظيفتها. لكن الحقيقة إن في نفس السنة اتوفت مامتها عن عمر 45 سنة بمرض الكانسر، وساعتها حصلت لجوانا تعب نفسي شديد جدا، وتأثرت بوفاة مامتها جدا، وحبت إن هي تسيب المكان اللي هي عايشة فيه وتنتقل لمكان تاني علشان تبتدي حياة جديدة. وفجأة قررت جوان ان هي تدور على وظيفة تانية، ولكن بعيد عن المكان اللي موجود فيه اهلها، ولقت وظيفة انها تشتغل مدرسة انجليزي في البرتغال، فقالت خلاص اوكي انا هسافر البرتغال. ولكن أثناء رحلتها للبرتغال كانت راكبة
كانت قاعدة في محطة القطار على أساس إن هي هتركب القطار اللي بيروح من مانشستر إلى لندن، والرحلة اتأخرت لمدة 4 ساعات. وساعتها وهي قاعدة كانوا الناس حواليها اللي مسافرين معاها في نفس الرحلة قاعدين، اللي بياكل واللي نايم واللي قاعد بيقرأ الجرايد، لكن هي كانت قاعدة بتفكر في القصة اللي هتألفها. وجات لها فكرة قصة إن هي تتكلم عن ولد عايز يدخل لمدرسة السحر ويتعلم السحر، ودي القصة اللي بعد كده بقت هاري بوتر. وبعد كده سافرت جوان على البرتغال وهناك، وطبعا مع الشغل والوظيفة والتزامها بمواعيدها ما قدرتش إن هي تكتب القصة. وكمان اتعرفت على صحفي بيشتغل هناك في جريدة، حبوا بعض واتجوزوا على طول. والحقيقة إن كانت المرحلة اللي اتجوزت فيها بالنسبة لها مرحلة صعبة جدا، لأنها كانت بتتعرض للضرب والإهانات من زوجها بشكل مستمر. وبعد كده وبعد أقل من 2 سنين قررت إن هي تنفصل عن زوجها بعد ما كانت جابت منه طفلة عمرها 5 شهور. والحقيقة إن جوان بعد ما اتطلقت من جوزها وكمان سابت شغلها، قررت إن هي هتاخد بنتها وهتسيب البرتغال، لكن كمان مش هتسافر على إنجلترا، هتروح على اسكتلندا لأن أختها الصغيرة كانت راحت على هناك وابتدت تعيش هناك ويبقى لها شغلها وبيتها. وراحت على اسكتلندا فعلا هي وبنتها، وأجرت بيت صغير، وقررت إنها مش هتشتغل وإنها هتعيش على المعونة اللي هتديها لها الحكومة هي وبنتها لحد ما تخلص الرواية بتاعتها. وفعلا ابتدت تكتب في الرواية، وسنة 1995 خلصت جوان أول رواية من روايات هاري بوتر، وراحت تلف بيها على المطبعات علشان تلاقي مطبعة تطبعها لها. لكن الحقيقة إن كل ما كانت بتطلب من حد إن هو يقرأ جزء الأول من الرواية علشان يتعاقد معاها ويطبعها لها كان بيرفض وبيعتذر لها. وفضلت على كده سنة كاملة لحد ما في يوم راحت لدار نشر وطلبت من صاحب دار النشر إن هو يقرأ الجزء الأول من الرواية علشان يشوف إذا كانت هتعجبه ولا لأ وهيطبعها لها ولا لأ. فأخدها منها صاحب دار النشر، وبدل ما يقراها هو اداها لبنته اللي عندها 8 سنين. تخيلوا مستقبل كاتبة عظيمة زي دي كان في ايد طفلة عندها 8 سنين. وبعد ما اداها لبنته قال لها اقريها وشوفي هتعجبك ولا لا. لكن بنته قراتها بسرعة جدا وجت وطلبت منه ان هو يديها باقي الرواية علشان تكملها. فوعد بنته ان هو هيطبع الرواية وان اول نسخة تطلع من الرواية هتكون هدية لبنته. وراحت له بعد كده جوان علشان تتفق معاه، فقال لها ان هو هيطبع لها الرواية لكن بشرط انها تغير اسمها، لان في الوقت ده كانت اوروبا كلها الستات اللي بروائيات يعني وبيألفوا قصص هناك، كانت كل القصص بتاعتهم والروايات بتتكلم عن مشاكلهم كستات، وكانت بتبقى قصص مملة والناس ما كانوش بيقبلوا عليها. فقال لها غيري اسمك علشان الرواية تتباع. لكن جوانا فكرت وقالت له لا، انا هكتب اول حرف من اسمي واول حرف من اسم جدتي ولقب العيلة، وبكده بقى اسمها من جوان رولينج لجي كي رولينج. والحقيقة ان هي كانت سعيدة جدا ان الرواية بتاعتها هتطبع. لكن في حفلة انطلاق الرواية ما حضرش غير 4 افراد بس، منهم ناس كانوا بيشتغلوا في المطبعة اللي طبعت لها الرواية، والباقيين تقريبا اختها وصديقتها. فجالها احباط شوية، لكن بعد شوية ابتدت الرواية تنتشر في المكتبات وابتدت تتباع شوية بشوية. لكن فجأة جالها جماعة دينية وقالوا لها ان الرواية دي بتتكلم عن طفل دخل المدرسة بتاعة السحر عشان يتعلم السحر،
وإن ده ما ينطبقش مع تعاليمهم الدينية، وإن الرواية دي لازم تتسحب من الأسواق والمكتبات. وفعلا راحوا وقدموا طلب للحكومة البريطانية، وفعلا الحكومة البريطانية فجأة قررت إنها تسحب الرواية، ولكن ما سحبتهاش من كل المكتبات، سحبتها من بعض المكتبات. لكن الرواية كانت بتتباع ولكن بأعداد قليلة جدا. وفجأة جالها صاحب دار نشر من أمريكا وطلب منها إن الرواية بتاعتها تديله حقوق نشرها في أمريكا علشان هياخدها وينشرها هناك، وكان ده بمقابل 105,000 دولار. والحقيقة إنه كان مبلغ قليل جدا، لكن هي اضطرت إنها توافق لأن كانت بقالها سنين قاعدة من الشغل، وكانت بتصرف من المعونة الحكومية اللي كانت قليلة جدا زي ما قلنا، وكانت على أساس إنها المفروض إنها تعمل الجزء الثاني، لكن مفيش بالنسبة لها دخل علشان تعمل الجزء الثاني، فاضطرت إن هي توافق على المبلغ البسيط ده. وفي نفس الوقت فرحت إن روايتها هتتعرض في أمريكا، وهي دلوقتي بتتعرض حتى لو بشكل بسيط في بريطانيا، فكده الرواية هتبقى عالمية. وفعلا الرواية انتشرت انتشار فظيع جدا في أمريكا، والناس حبت الرواية جدا، وابتدت تتعرف جي كي رولينج وككاتبة معروفة، والناس أعجبوا بروايتها جدا، وابتدى يطلب منها إنها تألف الجزء الثاني. وسنة 1997 طلب من جي كي رولينج إنها تروح لأمريكا علشان هتاخد أول جايزة عن تأليفها للرواية، وبعدها ب5 شهور بس أخدت تاني جايزة عن الرواية، وبعدها ب3 شهور استلمت تالت جايزة عن نفس الرواية. وبكده ابتدت الصحف تكتب عنها وعن الرواية بتاعتها، وابتدت تتعرف جوان شوية بشوية، وابتدت بعد كده إنها تكتب '98 ابتدت جوان تعمل الجزء الثاني للرواية. والحقيقة ان الرواية اتباع منها 400 مليون نسخة على مستوى العالم كله، واتسابقت شركات الانتاج كلها على جوان علشان تحول سلسلة كتب هاري بوتر لسلسلة افلام هاري بوتر. والحقيقة انها دارت كرواية وكفيلم، أضرت على الناس اللي عملوها حوالي 15 مليار دولار، وثروت جوانا الشخصية حوالي 1 مليار دولار أو أكتر شوية، تتخطى 1 مليار دولار بأكتر شوية. وبكده بقت مؤلفة سلسلة كتب هاري بوتر من أشهر المؤلفات على مستوى العالم كله، وسلسلتها أو قصتها العالمية اللي تحولت كمان لسلسلة أفلام عالمية. دي كانت قصة جوان رولينج اللي تحولت لجي كي رولينج، ومن امرأة مطلقة وعندها طفلة مش قادرة تصرف عليها، وكانت بتفكر في يوم من الأيام في الانتحار، لأشهر كاتبة في العالم كله. دي كانت قصتنا النهاردة، اللي أتمنى إن هي تكون عجبتكم وأفادتكم ولو بمعلومة صغيرة، وأتمنى إن انتوا تعملوا للفيديو لايك وشير، وإن اللي مش مشترك معانا في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد. ومشتركيني ومتابعيني الأعزاء القدام اللي ما بيوصلهمش الإشعارات، ياريت نلغي الإشعار بتاع الجرس ونفعله تاني علشان توصلنا الإشعارات في الفيديوهات اللي جاية بعد كده. ميرسي ليكو، وأشوفكو في فيديو جديد. باي باي.